فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعد أداء الصلاة المفروضة يقوم مجموعة من المصلين بذكر لا إله إلا الله وقول لا إله إلا الله بصوت مرتفع أكثر من 100 أو 200 مرة، فهل يكون هذا مشروعا؟ لا، هذا بدعة، إلا بالتهليلات العشر بعد الفجر وبعد المغرب، تهليلات العشر، وما عداها من الصلوات الذكر الوارد لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله له لا شريك له، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يرفعون أصواتهم كل على انفراده، ما يكون بصوت جماعي، أما 100 أما 1000 أما ما هذا بدعة، ما ورد رفع والجماعي الصوت الجماعي هذا المقصود، هذا ما ورد. نعم.